يا صباح الخير والبركة والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. النهاردة بتجدد لقائنا معاكم في صباح جديد وفقرات دايما مختلفة ومتنوعة من صباح البلد. جمعة مباركة على حضراتكم وأجازة سعيدة إن شاء الله كده تقضوا معانا ساعتين على الهواء مباشرة يكونوا خفاف ومفيدين. النهاردة الجمعة 18 نوفمبر 2022 24 ربيع الآخر 1444 هجرية. بعد التاريخ ما أقدرش أقول أي حاجة تانية قبل ما أقول يسعد صباحك يا نيال. صباح الفل، صباح الألوان المشرقة، يعني صباح الفل عليك يا هند. التاريخ التاريخ شفتي لازم، ايوه السيجنتشر بتاع هند. يعني صباح الفل عليكي، يومك زي الفل يا رب، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا على صدى البلد في حلقه جديده من صباح البلد. معانا فقرات كتيره حلوه ومتنوعه ان شاء الله تعجبكم زي ما هند لسه قايله لكم كده. بس خلوني في البدايه افكركم بصفحتنا الرسميه على الفيسبوك اللي هتظهر قدامكم على الشاشه وبارقامنا اللي هتظهر حالا اسفل الشاشه. ودايما يا هند بنكون في انتظار تواصلهم وهنتكلم عن حاجات ايجابيه النهارده، صح؟ حاجات ايجابيه كتير يعني هند، لكن طبعا لا صوت يعلو فوق صوت قمه المناخ. واحنا النهارده خلاص يعني بنسد الستار على قمه المناخ، واحده من اهم الاحداث اللي هتكون تاريخيه في تاريخ مصر فعلا، لان يعني الحمد لله مصر نجحت بشكل كبير جدا فيها. كل يوم الحقيقه بيزداد فخرنا ببلدنا مصر القويه الابيه اللي دايما بتتحدث عن نفسها. خلاص مؤتمر المناخ كوب 27 او زي ما اطلق عليه قمه انقاذ الارض في شرم الشيخ بيلملم اوراقه النهارده، آخر أيام الفعاليات الخاصة بأزمة التغير المناخي وأثرها السلبية على العالم أجمع. هنتابع النهاردة مع بعض بعد أكتر من أسبوعين من الاجتماعات التوصيات والتعهدات اللي هيتم الإعلان عنها، وطبعا من المفترض أنه هيتم نقل رئاسة المؤتمر من مصر إلى الإمارات في الدورة المقبلة، الدورة 28. المؤتمر خلينا كان نرجع فلاش باك لورا شوية، شهد من نوفمبر يوم الحد اطلاق وتوقيع عشرات الاتفاقيات والمبادرات الهادفة للانتقال من مرحلة الوعود الى التنفيذ الفعلي، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ في العالم اجمع. طبعا خلينا نقول ان بفضل ربنا سبحانه وتعالى مصر باعتبارها البلد المضيفة للمؤتمر وقعت عدد كبير جدا من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولي في مجالات عدة متعلقة بالبيئة والمناخ والمياه والغذاء والطاقة. كان أبرز الاتفاقيات اللي مصر وقعتها اتفاقيات ب 83 مليار دولار، ووقع الاتفاقيات دي صندوق مصر السيادي وتسع مطورين عالميين. يعني مش بس على فكره الرقم ده، لكن احنا كمان كنا بنتكلم عن رقم قبله وهو 15 مليار دولار في الميه والغذاء والعديد من والاسكان والعديد من القطاعات، لان مصر كان عندها رؤيه استباقيه في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه ومنصه نوفي ونوفي بلس اللي اطلقتها الحكومه المصريه. كل التوفيق لبلدنا في اتمام هذه الاتفاقيات ان شاء الله، وكمان بنتمنى التوفيق لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في المؤتمر الجاي باذن الله كوب 28 ان شاء الله يا هند. وعايزه اقول لك كده ان مصر بالتنظيم الرائع والمبهر، وعلى فكره بالمناسبه ده مش راينا احنا، ده بشهاده كل الضيوف اللي حضروا المؤتمر واللي وصل عددهم تقريبا لحوالي 40 الف ضيف، ودول من 197 دوله. لكن فعلا مصر صعبت المهمه على اي حد ممكن يتولى تنفيذ المؤتمر ده في المرات اللي جايه، لان الحقيقه كان تنظيم رائع وراعى كل التفاصيل. ومصر كمان استعدت كويس جدا، سواء تجهيزات لوجستية أو ترتيب القاعات وجدول أعمال فعاليات المؤتمر. الحقيقة كان تنسيق يعني على أعلى مستوى، عشان كده شفنا كل النجاح اللي العالم كله بيتكلم عنه، ويمكن ده كمان اللي خلانا نتكلم في فكرة استثمار اللي حصلت عليه شرم الشيخ في ان احنا نعزز حصه مصر من السياحه العالميه، خاصه ان احنا بنملك كل المقومات لده. كمان كان من الثمار الإيجابية للمؤتمر أن مصر تحدثت نيابة عن قارة أفريقيا، وهي القارة اللي بتتحمل أعباء كبيرة نتيجة الانبعاثات اللي بتسببها الدول الكبرى. عشان كده شفنا خلال أيام المؤتمر مصر أطلقت عشرات المبادرات الدولية لتغطي أغلب مجالات مواجهة تداعيات التغير المناخي فيما يتعلق بقارة أفريقيا، واللي بتستهدف إنهاء معاناة الملايين في قارة
في القارة من آثار التغير المناخي. وفي إطار التنسيق اللي بتجريه مصر مع الإمارات، وزير الخارجية سامح شكري بحث بالأمس مع سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي تعزيز التنسيق والتشاور مع الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 لضمان توفير عوامل النجاح والاستدامة، ده استعدادا لاستضافة الإمارات لكوب 28 العام القادم إن شاء الله بدبي. وطبعا بنتمنى كل التوفيق للجميع ولدولة الإمارات الشقيقة. أكيد يا نهاد، وزي ما بنقول دايما 6 نوفمبر 2022 هيفضل تاريخ مهم جدا في تاريخ مصر المعاصر، ومصر كتبته بأحرف من نور. شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إظهار مصر بهذا الشكل المشرف اللي يليق بتاريخها وحضارتها. شكرا لكل الوزارات والجهات المعنية اللي وضعت استراتيجية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية، وعلى كل هذه الاتفاقيات اللي مصر نجحت في توقيعها. شكرا لمنظمات المجتمع المدني وكل المتطوعين اللي ساهموا في هذا التنظيم المبهر مع الدولة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة لمؤتمر قمة المناخ 27. والحقيقة كلنا دايما فخورين ببلدنا، ويارب كل التقدم والازدهار. نهاد، بذكر التاريخ، انت قلتي في بدايه الحلقه دايما بنهتم كده ان احنا نقول تاريخ كل يوم، لان دايما التواريخ بتحمل احداث وليها علاقه يا اما مناسبات او شخصيات. واحنا النهارده يعني الحقيقه تاريخ النهارده هو ذكرى جميله، ذكرى جميله لناس فرقتنا وسابتنا بس عايشه لسه جوه قلوبنا. النهارده ذكرى ميلاد موهبه استثنائيه في تاريخ السينما المصريه، النجم الراحل الأستاذ أحمد زكي. النجم الراحل الأستاذ أحمد زكي هو الغائب الحاضر، هو العاشق والمجنون، الطبال والدجال، هو الضابط والهارب والمحامي، هو المدمن والقاتل والمطرب والكفيف، هو البيه البواب ومعالي الوزير. وزي ما تقول قول من شخصيات جسدها يعني الحقيقة على مدار حياته ومسيرته الفنية. الحقيقة إن الإمبراطور الفنان العظيم أحمد زكي موهبته كانت صادقة جدا من القلب، علشان كده قلوبنا صدقتها وصدقت إحساسه. أحمد زكي قدر إن هو يقنعنا بكل شخصية قدمها للسينما والمسرح، إزاي حتى قدم الدور الواحد بأكتر من طريقة، حاجة كده حقيقي صعب انها تتكرر تاني. وكانت حياته الأسرية بسيطة وقصيرة، زي ما كلنا عارفين انه تزوج من الفنانة الرقيقة جدا الراحلة الجميلة هالة فؤاد، واللي توفت بعد صراع مع مرض السرطان في 10 مايو عام 1993، وانجبه الفنان الشاب اللي رحل عن دنيانا مبكرا ايضا، وهو الفنان هيثم احمد زكي، واللي دخل الوسط الفني ورحيله الحقيقة يعني ترك أثر كبير جدا جدا فينا. كل التحية والتقدير لهذه الأسرة الفنية اللي تركت بصمة في نفوس كل المصريين وكل العالم العربي الحقيقة. فعلا يا هند، وخليني برضو استكمالا لكلامك، يعني في ناس بتفارق وتسيبنا إنما اسمه عمره ما بيغيب. آه والله حقيقة فعلا نجمنا الراحل أحمد زكي ابن مدينة الزقازيق أسمر اللون، أبو دم خفيف ووجه مألوف وملامح مصرية، غير مقاييس النجومية. يمكن زمان كنا نسمع أن فكرة اختيار وجه سينمائي جديد دي كان ليها مقاييس جبارة بقى، وأن بعض الناس كان لازم بيشترطوا البشرة الفاتحة والوسامة لأي وجه جديد عشان يصلح لبطولة فيلم. لكن سبحان الله بقى جه أحمد زكي وخطفنا وخطف قلوبنا معاه، وكأنه كشف كده عن مقاييس جديدة للجمال، وإن السمار مش بس نص الجمال، لا ده الجمال كله بقى على بعض. ده غير إن موهبته فرضت نفسها على الساحة مش بس في مصر، ده في الوطن العربي كله. يعني مفيش أحلى من أحمد زكي، يعني الكلام يعني قليل عليه. يعني الكلام قليل عليه، لكن أعماله دايما ومسيرته الفنية موجودة ومحفورة وجوه قلوبنا. وزي ما انت قلت يا نهاد، هو صعب جدا جدا يتكرر مرة تانية. ربنا يرحم الإمبراطور الفنان الراحل العظيم أحمد زكي. تجربة والحقيقة موهبة فنية كبيرة جدا جدا جدا، يعني أكيد لسه سايبة علامة كبيرة في قلوبنا. ربنا يرحمه يا رب، هو والراحلة الجميلة هالة
الراحل ايضا هيثم احمد زكي. خلينا نقول لحضراتكم فقراتنا ايه النهارده. عندنا فقرات متنوعه كالمعتاد، هتكون البدايه مع ابرز واهم الاخبار ومنشورات الصحف. هيكون معانا فيها الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اما بقى فقرتنا الثانيه هند، زي ما احنا متعودين تكون فقره دينيه، هنتكلم فيها عن حق الجار في الاسلام، وهيكون معانا ضيفنا الدكتور اسامه فخري الجندي مدير عام شؤون القران الكريم بوزاره الاوقاف. اما فقرتنا الثالثه زي ما احنا متعودين مع الساده المشاهدين كل يوم جمعه كده بيكون عندنا فقره مخصصه للاطفال بتقدمها زميلتنا حنان المطعاني، وبيكون دايما عندها حدوته فيها مغزى ومعنى. النهارده هيكون معاها الطفل حسام عمرو الحاصل على جائزه الدوله للمبدع الصغير في مجال الغناء. ده كان استعراض سريع لاهم الملامح وفقرات يومنا، يا رب ان شاء الله كده تحوز على اعجاب حضراتكم. خلينا دلوقتي بقى نبدا معاكم اولى حلقتنا ونهاد نعرف منها درجات الحراره وحاله الجو عموما كده اخبارها ايه. نهاد يلا بينا. تعالوا بينا نتعرف على حالة الطقس الجوية. أن يستمر طقس خاري في معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، أما مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. تعالوا بينا نعرض على حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض محافظات الجمهورية. نبتديها مع بعض بالقاهرة اللي سجلت النهاردة للعظمى 25 أما الصغرى 15، الإسكندرية 25-15، إسماعيلية 24-13، الدقهلية 25-16، الغردقة 26-20، أما المنيا 24-12. بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية فدرجة الحرارة في الرياض العظمى 31 أما الصغرى 17، في أبو ظبي 33-24، أنقرة 16-11، لندن 11-3، واشنطن 9-2 تحت الصفر، وأخيرا بكين إلى العظمى فيها 13 أما الصغرى 3. بعد ما تعرفنا مع حضراتكم على حالة الجو، خلينا نشوف بقى يا ترى ايه حالة بقى أسعار العملات وأسعار الذهب. والبداية دايما بتكون مع أسعار العملات وسعر الدولار الأمريكي اللي بيسجل النهاردة للشراء 24 جنيه 45 قرش، أما البيع 24 جنيه 53 قرش. اليورو بيسجل النهاردة للشراء 25 جنيه 31 قرش، أما البيع 25 جنيه 40 قرش. الجنيه الاسترليني بيسجل للشراء 29 جنيه وقرشين، أما البيع 29 جنيه و12 قرش. الريال السعودي بيسجل النهارده للشراء 6 جنيه و50 قرش، اما البيع 6 جنيه 52 قرش. ختام اسعار العملات النهارده مع الدينار الكويتي اللي هيكون للشراء النهارده بيسجل 79 جنيه 45 قرش، اما البيع 79 جنيه و75 قرش. خلينا بقى نروح لاسعار الذهب، وكل يوم كده بنحاول نقول لحضراتكم مقارنه بسيطه بين تعاملات النهارده وتعاملات الامس. بالمقارنه كده هنلاقي ان النهارده في تعاملات يوم الجمعه صباح يوم الجمعه في ارتفاع وإن كان طفيف نوعا ما بمقارنة بتعاملات أمس الخميس. عيار مثلا 18 النهاردة بيسجل 1090 جنيه في حين أنه كان امبارح 1083 جنيه. استقر عيار 21 النهاردة عند 1272 جنيه في حين أنه كان امبارح 1264 جنيه. طيب عيار 24 النهاردة بيستقر عند 1454 جنيه في حين أنه كان امبارح 1445 جنيه. نيجي بقى للجنيه الذهب اللي شهد النهاردة الناس اللي بتحب يعني تقتني الجنيه الذهب وتشتريه، فالنهارده مسجل زياده 55 جنيه. ليه؟ لان النهارده الجنيه الذهب 10167 جنيه في حين ان هو كان امبارح 10112 جنيه. فاذا النهارده ملخص تعاملات الذهب في ارتفاع النهارده في اسعار الذهب مقارنه بتعاملات الامس. وزي ما احنا عارفين النهارده اخر يوم في قمه المناخ كوب 27، عاوزين نطمن حضراتكم كده في اللحظات الاخيره والساعات الاخيره من قمه المناخ اللي يعني العالم كله بيتفرج عليها والعالم كله بيشهد بان مصر كانت قدها ويعني كان ليها الاولويه والاسبقيه وان هي دايما تكون في الامام، وان احنا يعني دايما نكون العالم كله يكون بيتكلم على مصر قد ايه هي كانت قد القمة الكبيرة والعظيمة دي. عاوزين نعرف بقى في الساعات الأخيرة
أخبار كوب 27 وقمة المناخ والتحضيرات الأخيرة والجلسات الأخيرة من زميلنا هاني النحاس اللي موجود دلوقتي في مدينة السلام شرم الشيخ. صباح الفل عليك يا هاني، وعاوزين نعرف منك آخر الساعات الأخيرة في قمة المناخ. صباح الخير يا نهاد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، المدينة التي تعقد فيها حاليا قمة المناخ كوب 27. خليني بداية اتفق معاكي، طبعا اكيد قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ اكدت زي ما انت قلتي على قدرة الدولة المصرية على تنظيم قمة ضخمة كبيرة مثل قمة المناخ التي جمعت ما يقرب من 90 رئيس دولة ومن قادة الدول، وتجاوز العدد المشارك في تلك القمة 60,000 مشارك. ان التنظيم يخرج بهذا الشيء المشرف بدون اي مشاكل، يعني كنت امبارح بالليل واقف مع مسؤول غرفه العمليات هنا في الكوب، سواء البلو زون او الجرين زون، سالته عن هل هناك شكاوي، هل هناك بعض الاخطاء اللي حصلت، او اي حد من الساده المشاركين عنده شكاوى، اكد لي ان هي ما فيش اي شكاوي تلقوها. ده بيؤكد على قدره الدوله المصريه على التنظيم قمه بحجم قمة المناخ. خلينا ندخل النهارده، طبعا اليوم نفترض اليوم النهائي، امبارح كان اليوم الحلول، لم يتبقى سوى ساعات على انتهاء قمة المناخ كوب 27، يعني لا زالت الوفود تتوافد على القمة، ونحن الآن نحدثكم من البلو زون، لا زال المئات من المشاركين في قمة المناخ يتوافدون على القاعات للمشاركة في آخر جلسات قمة المناخ اليوم. الجميع هنا يحدوهم الأمل في الخروج اليوم بنتائج وتوصيات مرضية، نتائج وتوصيات إيجابية. طبعا نحن بنتكلم النهاردة، المفترض النهاردة ختام القمة، ولكن يعني النهاردة اليوم النهائي، اليوم الأخير في قمة المناخ بشأن الجلسات، ولكن سوف يتم مد المفاوضات يوم أو اثنين بحسب تصريحات المسؤولين مساء أمس، بأن القمة سوف تنتهي من أعمالها على مستوى الجلسات والورش العمل اليوم، ولكن سوف يكون أمامنا يوم أو اثنين للمفاوضات النهائية لإعلان التوصيات النهائية، إعلان شرم الشيخ بخصوص كوب 27. طب خلينا نتكلم على أهم ما تحقق في تلك القمة، وليه هيتم مد المفاوضات يوم أو اثنين. فكرة مد المفاوضات يوم أو اثنين لحين التوصل لتوصيات نهائية، كان هناك بعض البنود التي تم الاتفاق عليها، بينما كان هناك بعض البنود التي شهدت بعض التعثر، يعني بنتكلم على بعض القضايا العالقة، وخاصة فيما يخص ملف التمويل، وهو تعويض الدول النامية التي تعرضت وتأثرت بالتغيرات المناخية. هذا الملف الهام اللي هو ملف التمويل لا زال حتى الآن هو موضع مفاوضات ونقاشات خلال الساعات القادمة. كذلك يعني لم يتم الاتفاق النهائي على أبرز البنود الأساسية لخفض درجات حرارة، وملمح مهم جدا في قمة المناخ، واتخذ واخذ العديد من وقت كبير من تصرفات الدول. كذلك خلينا نتكلم على الوثيقة الختامية، لم تتضمن التخلص التدريجي من الوقود الاحفوري واهمال تعويضات والأضرار. دي كانت أصرت الرئاسة المصرية بمنطلق أن هي رئيسة القمة والدولة المستضيفة للقمة على إدراج الخسائر والأضرار وتعويض الدول المضارة من جراء التغيرات المناخية، تم وضعها ومناقشتها، ولكن لا زال ملف التمويل حتى هذه اللحظة طبعا، لأن القرارات والتوصيات بتخرج بالتوافق بين جميع الدول. من هنا يعني تأتي الصعوبة في الجميع. طبعا الدول المضارة من جراء تأثيرات التغيرات المناخية مصرة على أن تعوض جراء خسائرها من التغيرات المناخية. بعض الدول التي من المفترض أن تمول تلك الدول أو تعوض تلك الدول لا زالت مترددة في قرارها، ولذلك الساعات القادمة بأكملها، طبعا النهاردة سوف يتم إنهاء أعمال القمة، أمامنا يوم غد هو يوم المناقشات
انهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتمويل وكيف سوف يتم تعويض تلك الدول. يعني اعتقد ان شاء الله هيتم التوصل لتلك الاتفاقات. كذلك الوقود الاحفوري لم يكن هناك قرار ملزم لل الوقود الأحفوري. كذلك كان هناك بعض الملاحظات حول الجدول الزمني لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إنشاء صندوق منفصل أو الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه ذلك لتمويل الدول المضارة من التأثيرات والتغيرات المناخية. كذلك اقترحت مجموعة 77 للدول النامية ومندوب الصين المشارك هنا في قمة المناخ في شرم الشيخ الخسائر والأضرار يختص بتوفير الأموال للدول التي تضررت من كوارث المناخ، وده يعتبر موافقة وتبني للمبادرة المصرية التي كانت طرحت على أهمية أن يكون هناك صندوق للخسائر والأضرار، ودي إحدى مكتسبات القمة المناخ، وده بيأكد لنا إلى أي مدى كان صوت الدولة المصرية مسموع هنا من شرم الشيخ سواء على هذا الصعيد وتبني تلك الدول. نحن نتكلم على مجموعة 77 للدول النامية أو حتى الدول الإفريقية التي تبنت الدولة المصرية العديد من ملفاتها سواء العديد من المبادرات الخاصة بالمياه ومشاكل المياه، وكذلك حياة وإطلاق مبادرة حياة كريمة في إفريقيا انطلاقا من المبادرة المصرية. طيب، وسط تلك الأمال المنعقدة خلال الساعات النهائية في قمة المناخ، السؤال المطروح ما الذي حصدته الدولة المصرية؟ بالإضافة للنقطة اللي ذكرتها في الأول بتلك الصورة المشرفة التي استطاعت فيها الدولة المصرية استضافة ما يقرب من 60,000 مشارك خلال الأسبوعين الماضيين، يعني لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ب 119 مليار جنيه، بنتكلم على طبعا عوائد بالمليارات استثمارات، وتم توقيع العقود بالفعل، وبنتكلم على ما لا يقل عن 50,000 فرصة عمل مباشرة. كذلك يعني كان هناك اتفاقيات هامة، هو توقيع مصر اتفاقيات ب 33 مليار دولار، من بين ال 119 مليار دولار خاصين بصندوق مصر السيادي وتسع مطورين عالمي قناة السويس. كذلك حضرنا بالأمس ثلاث جلسات لوزير النقل الفريق كامل الوزير خاصين بالنقل، وتم الحديث عن التجربة المصرية للنقل المستدام والنقل الأخضر والتجربة التي طبقت بالفعل هنا في مدينة شرم الشيخ خلال استضافة قمة المناخ. كذلك تم خلال تلك الجلسات الحديث عن التنفيذ والابتكار للمضي قدما للمستقبل واعد في مجال النقل، وكذلك كانت هناك جلسة أخرى في يوم الحلول خاصة بالحلول المبتكرة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مشروعات النقل، وتوقيع تم توقيع أربع عقود في مجال الجر الكهربائي. كذلك كانت هناك جلسة خاصة أخرى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كانت هناك الجلسات هامة، ولكن طبعا امبارح بالليل عقد سيادة الوزير الخارجية المصري سامح شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمر صحفي بالليل، يعني وكانت هناك العديد من الرسائل الهامة التي ظهرت في هذا المؤتمر. يعني سيادة الوزير سامح شكري باعتباره رئيس دولة الكوب 27 وجه كلامه للمندوبين الدوليين وأكد عليهم ضرورة المندوبين طبعا رؤساء وقادة الدول غدروا بعد الجلسات الافتتاحية، والموجودين حاليا هم مندوبين القادة، هؤلاء القادة ورؤساء الوفود بيجروا المناقشات. وسامح شكري امبارح وجه لهم دعوة على ضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول اليوم الجمعة. يعني كان وزير الخارجية المصري ورئيس دولة الكوب واضح جدا وقال لهم أن نحن لم يتبقى أمامنا غير غدا الجمعة، بيتحدث عن هذا اليوم وبأن الوقت ليس في صالحنا جميعا والعمل لابد أن ينتهي بالغد. كذلك وزير الخارجية المصري وجه رسالة للمندوبين وقال لهم علينا أن ننجز هذا العمل بمنتهى السرعة. كذلك أمين عام الأمم المتحدة يعني بات يعني أنه لم يكن راضيا عن جزء من التوجهات بعض الدول ومن التقاعس عن لهم كذلك رسالة هامة علينا أن ننجز تلك الأعمال سريعا. شكر مصر وسعيد جدا بالأداء اللي قدمته الدولة المصرية هنا في الكوب، ولا بد أن نجتمع بالغد بيتحدث على اليوم الجمعة لإنجاز تلك
المهام بخصوص الأشياء العاقلة العالقة في ملف التمويل وإنهاء الأمر فيه بخصوص الوقود الأحفوري، وكذلك كيف سيتم تعويض الدول المتضررة والجدول الزمني. أعتقد أن احنا أمام يوم هام. اليوم سوف يتم انتهاء أعمال قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، ولكن أعتقد بحسب متابعين ومصادر رسمية من داخل الكوب بأننا سوف نكون أمام يوم غد، يوم للمفاوضات النهائية في انتظار إعلان التوصيات النهائية لكوب الكوب 27 في مدينة شرم الشيخ. وتبدأ الدولة المصرية منذ انتهاء تلك التوصيات وإعلانها إعلان شرم الشيخ حتى تسلم دولة الإمارات العام المقبل نوفمبر المقبل لرئاسة الكوب، سوف تتابع الدولة المصرية تنفيذ تلك التوصيات مع شركائها الدوليين. علينا أن ننتظر بعض الساعات القليلة لنرى إلى أي مدى سوف يتفق القادة والرؤساء والمندوبين مندوبي رؤساء الدول المتواجدين في شرم حول تلك الملفات العالقة. ولكن بشأننا نحن كدولة مصرية الحمد لله نجحنا نجاح باهر في التنظيم على المستوى سواء الأيام الموضوعة في القمة على التنظيم بإشادة الجميع. الجميع هنا يتعامل كما ترى بمنتهى الأمان، يعني شعارين كما لو كانوا في وطنهم. كذلك مكتسبات الدولة المصرية عندما تحدثت نيابة عن إفريقيا في الكوب كان صوت افريقيا عاليا هنا من مدينة شرم الشيخ. كذلك المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمت هنا في مدينة شرم الشيخ بعكس ما كان البعض يردد في الخارج بأنه لن يسمح بتنظيم أي شرم الشيخ، نظمت الوقفات الاحتجاجية كلها تطالب بالعدالة المناخية وأنه يجب أن يلتفت التي تنطلق هنا من مدينة شرم الشيخ. المتأثرين ملايين البشر المتأثرين جراء تلك التغيرات المناخية، سمح لكل تلك المظاهرات وكل تلك الأصوات الإنسانية المطالبة بالعدالة المناخية أن تنطلق هنا من مدينة شرم الشيخ ليعبروا عن آرائهم. أمام ساعات فاصلة في الكوب وسنوفيكم بكل التفاصيل ما الذي سوف يتم التوصل إليه في هذا اليوم الحاسم والمصيري مش بس في تاريخ الكوب ولكن في تاريخ البشر. لازمنا هاني النحاس من مدينة شرم الشيخ، يعني بجد تغطية رائعة على مدار استضافة مصر الكوب 27. كان هاني النحاس معانا على مدار أيام كلها بتاعت المؤتمر الكبير ده، وفعلا كانت تغطية رائعة جدا منك يا هاني وبنشكرك شكرا جزيلا. أما دلوقتي فأسيب حضراتكم مع تقرير زي النهاردة، وزي النهاردة وذكرى وفاة حسين الشافعي أحد الضباط الأحرار 18 نوفمبر 2005. تعالوا نتابع التقرير. ودلوقتي بيجي معادنا مع موجز أخبار صباح البلد اللي بتقدمه زميلتي هند النعسان. حب حضراتكم من جديد، والآن موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأخبار. تختتم اليوم فعاليات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق في 6 نوفمبر الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة أكبر عدد من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية. تضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والجلسات فضلا عن إطلاق عدد من المبادرات. تطلق منظمة الصحة العالمية اليوم الأسبوع العالمي لمضادات الميكروبات 2022، وأن الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات هو حملة عالمية يتم الاحتفال بها سنويا لتحسين الوعي والفهم لمقاومة مضادات الميكروبات وتشجيع أفضل الممارسات بين الناس وأصحاب المصلحة وصناع السياسات الذين يلعبون جميعا دورا حاسما في الحد من ظهور وانتشار المزيد من مضادات الميكروبات.
وعربيا. يشهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم العرض العسكري الذي سيقام في ميدان النصر بمحافظة ظفار، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 52 المجيد. يشارك في العرض العسكري وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو والبحرية والحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة وشرطة عمان السلطانية وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى فرق الموسيقى العسكرية المشتركة والراكبة بمشاركة قوات الفرق. تنطلق اليوم زايد بعد استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار من شتى أنحاء العالم بعروض مبهرة ومتنوعة لطائرات الدرونز ومجموعة من الألعاب النارية، وذلك احتفالا بالنسخة الجديدة من الحدث الذي يستمر حتى 18 من مارس المقبل بمنطقة الوثبة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. أكدت اللجنة العليا للمهرجان سعيها من خلال العروض المتنوعة التي تناسب زوار المهرجان لتقديم مجموعة من الفعاليات الممتعة والمميزة الجديدة بما يتماشى مع أهمية المهرجان ملتقى الحضارات والثقافات. وأخيرا رياضيا، يلتقي المنتخب الوطني اليوم في تمام الساعة 5 مساء في مباراة ودية في إطار استعدادات الفراعنة لاستئناف رحلة التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كان 2024 بجوديفار. واختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تدريباته أمس استعدادا للمباراة. بهذا الخبر الرياضي بيكون انتهى موجز أخبارنا. بشكر حضراتكم على كرم المتابعة. لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا، وبعد الفاصل قراءة في أهم الصحف وأخبار النهاردة مع ضيفي الكريم الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان، ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة وهيشاركنا في قراءة أهم الأخبار ضيفي الكريم الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الفل أستاذ مختار. مشاهديك اهلا وسهلا، دايما سعداء بوجود حضرتك معانا، والنهارده عندنا مجموعه من الاخبار المتنوعه. اسمح لي نبدا جولتنا في صحافه النهارده دكتور مختار مع حضرتك والساده المشاهدين بهذا الخبر الهام. باجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشار عمر مروان وزير العدل، حيث صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه جهود وزاره العدل للتطوير الشامل لمنظومه التقاضي بالدوله وسرعه الفصل في قضايا المواطنين المتنوعة. الرئيس السيسي في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها خاصة في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 ألف من قضايا الأسر المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، والتي أصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظورة حاليا أمام المحاكم. أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، بل والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي. وتابع الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء المصرية، وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلا عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى. الحقيقه استاذ مختار دكتور مختار، واحنا بنشوف هذا الخبر وبنقرا هذا الخبر يعني سعداء جدا، لان هذا كان مطلب من مطالب المواطنين على مدى سنين طويله جدا. صحيح. لما بنتكلم عن العداله الناجزه، منظومه التقاضي، حتى البنيه التشريعيه نفسها للقوانين، بنتحدث عن ابنيه المحاكم يعني مبنى ومعنى، بنتحدث عن طفره كبيره حتى في تولي المراه مناصب في قضايا هيئه قضايا الدوله والعديد من المناصب في النيابه الاداريه. فهذه
هذه هي طفرة تشهدها منظومة التقاضي في مصر. لو تحدثنا بالأرقام فالحقيقة الأرقام اللي ذكرناها في الخبر كانت أرقام مهمة جدا، وأي حد العقاري وجرب التحول الرقمي اللي بيحصل في هذه المنظومات الجديدة حاسس بالفرق الكبير. مردود ده يا فندم، وأهم النقاط اللي حضرتك توقفت عندها في هذا الخبر. يعني خلينا أقول لك عنوان مهم جدا وأساسي في هذا النطاق، العدالة الناجزة الموجزة في فصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم مسألة في غاية الأهمية، لأن العدالة البطيئة حانت حتى لو كانت محقة فيها ظلم لصاحب الحق، لأن طول إجراءات التقاضي بتأدي بالإنسان أنه يستشعر لما يكون صاحب حق أن حقوقه بتضيع. فالعدالة الناجزة مسألة مهمة، مسألة أبنية المحاكم وتطويرها بشكل يليق بأدمية الإنسان، إذا كنت بتكلمي عن قاعات محاكم أو بتكلمي عن غرف استقبال أو بتكلمي عن صالونات فيها شكل من أشكال الأريحية للمواطنين، مسألة أيضا في غاية الأهمية، لأن تطوير عمل المحاكم أداء متكامل. أداء متكامل مرتبط بالعدالة الناجزة، مرتبط بالقاضي اللي عنده قدرة على سرعة الفصل في هذه القضايا بحرفية كبيرة وفقهية متعددة، ومرتبطة بالقاعة أو المبنى اللي بتدار فيه هذا الموضوع. بصرف النظر بقى عن لغة الأرقام أو غيره، أنت بشكل أو بآخر عايزة القضية ما يعديش عليها سنة ويفصل في هذه القضية فصل نهائي بفصل يعطي لكل الحق حق. أكيد يعني تطوير كبير في منظومة التقاضي زي ما حضرتك كنت بتقول، لأن للأسف الشديد كان ممكن نشوف ناس رفع قضايا يعني يتوفاهم الله دون الفصل في هذه القضايا. فالعدالة الناجزة أمر مهم جدا زي ما حضرتك أشرت دكتور مختار. خلينا ننتقل مع حضرتك من التطوير في منظومة التقاضي بقى للتطوير في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أحد أعمدة اقتصادات الدول المتقدمة. حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن حجم التمويل الذي قدمه الجهاز خلال هذه الفترة بلغ نحو 5,200,000 جنيه، منها 5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 155,000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت حوالي 262,000 فرصة عمل إلى جانب نحو 247,500,000 جنيه لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وأتاحت عشرات الآلاف من فرص العمل اليومية. أضاف المتحدث الرسمي أنه يتم إصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال 33 وحدة للشباك الواحد بعدد من مجمعات تقديم الخدمات. دكتور مختار، يعني زي ما قلنا في البداية يعني أحد أعمدة اقتصادات الدول المتقدمة، وإحنا كان عندنا الحرفيين المهرة في العديد من المجالات، وكان عندنا أفكار لأصحاب مشروعات صغيرة، ولكن كان ينقصهم التيسيرات. دلوقتي الدولة المصرية عندها قروض ميسرة، عندها معارض في العديد من المحافظات الجمهورية منتشرة، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا ندعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كيف قرأت هذه الأرقام أيضا أنها كاشفة، وفي نفس الوقت ما ينقصنا لزيادة الدعم لهذه المشروعات؟ مسألة مهمة جدا. خلينا أقول لك الصين أصبحت الورشة الصناعية الأولى على مستوى العالم بحكم هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. الجزئية الثانية، ودي جزئية مهمة جدا، أن واجب على الدولة أن تراعي أمرين، أنه فترة زمنية طويلة كنا بنشوف صاب الكهربائي وصاب الميكانيكي وصاب السباك وصاب الكلام، طغت آفة خطيرة جدا في المجتمع وهي آفة التوك توك. فخطفت كثير جدا من الصبيان وكثير جدا من الشباب الصغير اللي إلى حد كبير جدا كانوا العنصر الأساسي للحرفيين في كل التخصصات، وراحوا لهذا المكسب السريع اللي إلى حد كبير جدا يفتقد إلى منظومة تنظيمية خاصة به العنصر ده بالذات. فعشان أكمل هذه المنظومة، إذا كنت بتكلم عن مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر اللي هي العمود الأساسي للقوى اللي تقدمت على مستوى العالم، واحنا ضربنا الصين كمثال، لو رحت لماليزيا هتلاقي نفس الشكل، لو رحت لسنغافورة هتلاقي نفس الشكل، لو رحت للبرازيل هتلاقي نفس الشكل. لكن يتوقف أمر مهم جدا، مش مخصصات مالية أو أنك أنت تدي تيسيرات إلى حد كبير جدا تفتح بيها أدوات وفرص هذه العمل، لكن أنت محتاج قدرة تسويقية كبيرة جدا لهذه المشاريع، ومحتاج أنك أنت توفر لها الأيدي العاملة، وأنك أنت تبدأ تحجم المسألة اللي بيروحوا ناحيتها الشباب الصغير اللي إلى حد
كبير جدا، هربوا من المشروعات الصغيره والمتناهيات الصغر وراحوا لسواقه التوك توك، ودي مساله الى حد كبير أكيد جدا يعني خطير. يعني اكيد هذه الفكره او هذه الخطه محتاجه وقت كبير، لكن هي في النهايه ان احنا نبدا في خطوات صحيحه دكتور مختار، فده بيضعنا على الطريق الصحيح نوعا ما، لان يعني الحرفيين ما كانوش لاقيين مكان يسوقوا فيه منتجاتهم. فدلوقتي لما يكون في معارض ان شاء الله بعد كده كمان، المعارض دي تلف دول العالم وميدن ايجيبت تلف دول العالم، فالموضوع اكيد هيختلف بشكل كبير. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر اخر هام، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدوله لاستعراض عدد من ملفات العمل. في رأى أهمية هذا اللقاء الذي فتح السيسي رئيس الجمهورية بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة وسبل استغلالها. وخلال اللقاء تناول مدير المركز الوطني عددا من الملفات التي يجري العمل على دراستها حاليا بالمركز، من بينها موقف الأراضي الفضاء على جانبي محور رود الفرج، وكذا موقف الأراضي المقرر تخصيصها للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالأراضي الفضاء المتاحة بمحافظات القاهرة الكبرى. كما أكد اللواء ناصر فوزي أنه يتم العمل حاليا على تخصيص عدد من قطع الأراضي لاستغلالها في إقامة بعض المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن. الدولة المصرية بتحاول دكتور مختار جاهدة انها تشتغل في العديد من المشروعات بالتوازي، يعني بنركز في حاجة ونسيب حاجة، زي ما احنا متوسعين في انشاء مدن جديدة بنتكلم عن حوالي 40 مدينة جديدة، ايضا بنستغل كل شبر من ارض مصر، ويمكن يعني انشاء 200 الف وحدة سكنية في اطار مبادرة رئاسية سكن لكل المصريين خطوة هامة جدا. كيف تقدر خطوات الدولة المصرية في استغلال كل شبر من ارضها لمصلحة المواطن ومصلحة ايضا الاقتصاد المصري؟ صحيح، شوفي ده سؤال مهم جدا بيطرح نفسه، وانك انت عليك انك انت تعملي شكل من اشكال الموائمه ما بين انشاء المشاريع الجديده او المدن الجديده او المدن الصناعيه الجديده، وما بين الحفاظ على المدن القديمه بشكلها العام التاريخي المعروف. تمام. عندك جزئيتين مهمين جدا، عندك جزئيه الارض الفضاء الموجوده حوالين هذه المدن، وعندك المتخللات اللي داخل هذه المدن. بدرجة أو بأخرى احنا محتاجين شكل من أشكال المعالجة ليها. ازاي نستغل الأراضي الفضاء بشكل يستطيع أن يعود على المواطن بالنفع؟ وأنا متصور أنه بلاش التركيز قوي على المسألة السكنية بدرجة كبيرة، بنركز على المسألة السكنية، لكن بنركز على مسألة إنشاء وحدات صحية ومستشفيات، بنركز على مسألة إنشاء خدمات تعليمية ومدارس تعليمية، ودي مسألة مهمة جدا، بنركز على نوادي رياضية تستطيع أن تستوعب جزء كبير من الشباب اللي بيبقوا موجودين في الشوارع، وإلى حد كبير جدا تقدر تستغلهم كطاقة داخل هذه الأماكن بدرجة كبيرة. أكيد دكتور مختار، وزي ما حضرتك بتقول يعني الاستغلال الأمثل، وإن يكون عندنا حتى يعني إحنا عندنا في المدن بيكون في نظام متكامل، يعني إحنا مش بنعمل حتى مدن بس سكنية أو مدن موسمية يعني زي العالمين مثلا، لكن هي مدن متكاملة، فحتى في استغلال الأراضي يعني يكون برضو الخدمات فيها متكاملة بشكل كبير. طيب ننتقل بقى للحدث الأهم اللي النهاردة خلاص إحنا بنودعه COP27 حيث قمة المناخ. وقبل ساعات من ختام أعمالها أكد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، أن قمة المناخ بشرم الشيخ شهدت العديد من المبادرات والخطوات غير المسبوقة على وعلى تحقيق تقدم في بعض الملفات. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية رفيعة المستوى لرواد المناخ بعنوان التقدم والأولويات. وخلال كلمته أوضح الدكتور محمود محي الدين أن هناك قيود على الموازنات الخاصة بتمويل المناخ، حيث أن تمويل المناخ غير كافي وغير عادل وغير كفء، مما يستلزم تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أبرز رائد المناخ عددا من الخطوات غير المسبوقة التي شهدتها قمة المناخ بشرم الشيخ، حيث تم تعيين أول مبعوث للشباب في تاريخ قمم المناخ، كما شهدت قمة المناخ إطلاق
هم في قلب العمل المناخي وفي السياق ذاته. شهدت قمة المناخ أيضا خطوة رائدة من خلال تقديم العديد من المشروعات القابلة للاستثمار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ في الاعتبار أن مشاركة القطاع الخاص في تمويل التكيف لا تتجاوز 2% من التمويل العالمي. نقط مهمة أشار ليها رائد المناخ دكتور محمود محيي الدين. وأيضا يعني وإحنا كده بنبص بنظرة عامة دكتور مختار لقمة المناخ من 6 نوفمبر لحد النهاردة، العديد من الاتفاقيات، ويمكن في نقطة استوقفتني هنا في حديث دكتور محمود محيي الدين، وهي فكرة أن مش بس أنت كدولة مصرية بتعرض مبادرات وأفكار لمشروعات، ولكن لابد أن تكون هذه المشروعات قابلة للاستثمار وتصب في خدمة مواجهة التغيرات المناخية. صحيح. لدينا 83 مليار دولار اتفاقيات في مجال الطاقة ومتجددة و15 مليار دولار في العديد من المجالات الأخرى. كيف رأيت قمة المناخ المصرية بكفاءة؟ لأن هي تنظيم مبهر وفي نفس الوقت إعداد جيد لأجندة متكاملة. يعني خلينا أقول لك قمة المناخ هي أهم القمم على مستوى العالم، قمة المناخ اللي بيجتمع فيها كل قيادات الأرض، قمة المناخ اللي بتعالج آفة مهمة جدا وهي مسألة الانبعاثات الحرارية أو التغيرات المناخية. لكن إشكالية قمم المناخ منذ انعقاد أول قمة لقمة الأرض 1992 ثم بداية العد التنازلي لهذا العدد من القمم 1994، مرنا بقمتين مهمتين 1997 اللي هي بيسموها بروتوكول كيوتو اللي عقد في اليابان، ثم قمة المناخ اللي عقدت في باريس 2015 تعهدت. ثم القمة الثالثة اللي بينظر إليها الكثير جدا من المراقبين وهي قمة شرم الشيخ. القمم دي على مستوى العالم قمة مهمة جدا، والعالم وهو بيوازي وبيجابه التغيرات المناخية أمامه قضيتين، قضية التكيف مع هذه التغيرات المناخية وقضية التمويل، ودي القضية المعقدة اللي أشار إليها الدكتور محمود محيي الدين، إنه إلى حد كبير جدا مطلوب من الدول الغنية والثرية أن تعوض الناس الدول النامية والاقتصادات الناشئة والدول الأكثر هشاشة بجزء من أموالها اللي تكسبت بيهم وأدت إلى هذه التغيرات المناخية. ويكفيك في ده إنك أنت تعرفي إن الصين والولايات المتحدة الأمريكية الاثنين دول بس مسؤولين عن 40% من التغيرات المناخية أو الانبعاثات الحرارية. أنا متصور إن إحنا استطعنا في هذه القمة إن إحنا نوفر جزء من المقدرات المالية المطلوبة، وحملنا على عاتقنا مسألة البعد الأفريقي بشكل أو بآخر أو الدول النامية داخل القارة الأفريقية، واستطعنا ان احنا نوفر لهم بعض الاحتياجات. لكن يتبقى الجزء الهام جدا هو مدى التزام القوى العظمى بما هو مفروض عليها من اموال لهذا الامر. كان مطلوب 100 مليار 2015، انت النهارده بتتكلمي في 300 مليار دولار. اكيد، لان الانبعاثات بتتغير والتغيرات المناخيه ايضا بتتغير. لكن زي ما حضرتك قلت واشرت ان مؤتمر قمه المناخ كوب 27 ستظل علامه فارقه ليس فقط في مصر لكن في تاريخ قمم المناخ. صحيح. العالميه ان شاء الله. طيب نختم مع حضرتك جولتنا في صحافه النهارده من هذا الخبر الدولي، حيث اعلنت رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي في اجتماع لمجلس النواب تنحيها عن قياده الحزب الديمقراطي في مجلس النواب. وقالت بيلوسي بثقة كبيرة في حزبنا لن أسعى إلى إعادة انتخابي للقيادة الديمقراطية في الكونغرس، لقد حان الوقت لكي يكون هناك جيل جديد لقيادة الحزب الديمقراطي الذي أحترمه بشدة، وأنا ممتنة لأن الكثيرين على استعداد لتحمل هذه المسؤولية الهائلة. وتشغل بيلوسي البالغة من العمر 82 نواب في الكونغرس الحالي، وهو ثالث أهم منصب في التسلسل الهرمي للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 8 نوفمبر الماضي فقد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب وانتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الجمهوري، ولهذا السبب سيكون الرئيس التالي لمجلس النواب جمهوريا. دكتور مختار، يعني احنا شايفين أقطاب دول العالم بتتغير، شكل الولايات المتحدة الأمريكية بيتغير، وفي مؤشرات نتائج التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني وجدنا الغلبة للحزب الجمهوري، وجدنا أيضا يعني دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيعلن ترشحه من جديد. ماذا يعني هذه التغيرات وكيف ترى الوضع في أمريكا؟ شوفي خلينا أختك تلغرافيا لأن المسألة يطول شرحها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وما يدور بداخلها. بيلوسي هذه المرأة الحديدية التي أثارت الجدل كثير على مدار السنوات السابقة، ويكفيها في ده وان هي بتختم رئاستها المجلس النواب الامريكي اثارت جدل كبير جدا بزيارتها لتايوان، واخلاقت يعني صراع كبير ما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية واثرت على هذه الزيارة. هذه السيدة
اللي إلى حد كبير جدا هي ثالث أكبر شخصية مهمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وانت الشخصيه اللي اثارت الجدل امام ترامب حتى في ظل رئاسته للولايات المتحده الامريكيه. معلوم انه بهيمنه الحزب الجمهوري على مجلس النواب خلاص هي فقدت قيمتها كرئيسه لمجلس النواب، اما ان تنتقل الى زعيمه الاغلبيه او زعيمه الاقليه الديمقراطيين الموجوده في مجلس النواب او ان تنرح. أنا شخصيا قلتها حتى قبل هذا الموضوع، سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأمريكي حتى وإن كانت بنسبة بسيطة، تتكلمين 218 مقعد، ده ينهي حياة أو ينهي شكل إدارة بيلوسي كزعيمة مهمة جدا من زعماء الديمقراطيين. الجدل الذي سوف يصار خلال المرحلة القادمة، ترامب هل هو قادم ولا لا، وفي حالة إتيانه من هو المنافس اللي هيقع أمامه من الحزب الديمقراطي، وإذا أتى هذا الرجل إلى سدة الحكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ماذا فاعل العالم به، إذا كنت بتكلم عن العالم الغربي. أكيد دكتور مختار، أسئلة هامة جدا ولكن ستجيب عنها الأيام القادمة. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا فيما نورتنا. شكرا جزيلا. أشكركم مشاهدينا على المتابعة، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقراتنا وبعد الفاصل حق الجار في الإسلام مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ أسامة فخري الجندي مدير عام شؤون القرآن الكريم. حق الجار في الإسلام، سؤال محل، والإسلام جعل للجار حقوق يتمتع بيها دون غيره كما أعطاه أهمية ومكانة عظيمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، صدق الله العظيم. الحقيقة إن إحنا كان عندنا كتير زمان معايير وقيم أخلاقية ودينية مرتبطة بيه إزاي يكون في ود متواصل بيننا وبين جيراننا. طيب ليه المعايير دي اختلفت؟ إيه علاقتنا المفروض تكون السليمة بجيراننا؟ يعني كل ده هنعرفه إن شاء الله تفاصيل أكتر من خلال ضيفي الكريم اللي منورنا في صباح البلد، فضيلة الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف. صباح الفل فضيلة الدكتور، ودايما منورنا في صباح البلد. اهلا وسهلا، صباح الخير والانوار علينا جميعا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. فضيله الشيخ، يعني واحنا بنتحدث عن الجار، هو فعلا لسبع جار ولا 40 جار ولا من هو الجار؟ وفي نفس الوقت في قيم كده تربينا عليها اخلاقيه ودينيه كانت موجوده زمان بكثره، ان لازم يكون في ود موصول بيننا وبين جيراننا طول الوقت. للاسف الشديد دلوقتي ممكن، يعني هنتكلم عن الحياه اللي احنا عايشينها، ممكن يكون الانسان عايش ومش عارف جاره في الشقه المقابله ليه لا اسمه ايه ولا مين اللي ساكن حتى في نفس الدور. فايه هو فضل معامله الجار في الاسلام وحق الجار في الاسلام ومن هو الجار بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه. ربما الأسئلة الكثيرة لحضرتك يعني أشرت إليها تحتاج لوقت كبير جدا ووفير حتى يعني نؤصل لهذا الموضوع، لكن بإيجاز شديد كما تعودنا من خلال هذه المأدبة التي أعتز بها وأقدرها. أولا، الشرع الشريف كله نور وجمال وكله إنسانية وكله سمو وبر ووفاء ونبل، ومن اتصلت نفسه بأوامر الشرع الشريف سواء كان الأوامر أو النواهي، من اتصلت نفسه بالشرع الشريف آنس من هذا النور فكان أهلا للنور، وآنس من هذا الجمال فكان صانعا للجمال، وآنس من هذه الإنسانية فكان أهلا للإنسانية. طيب، إذا كان الكلام عن حق الجار، فإن للجار على الجار في الشرع الشريف حقوقا تشبه حقوق الأرحام. أدي أول ضابط معنا النهاردة وإحنا بنتكلم عن حق الجار في الإسلام. يبقى لما أقول لحضرتك
إن للجار على جاره في الشرع الشريف الكتاب والسنة يعني حقوق تشبه حقوق الأرحام، يبقى أنا عايزك على طول تستدعي إيه حقوق الأرحام. مزبوط. يبقى الصلة، الزيارة، العيادة، السؤال، الإطعام، كف الأذى وما شابه هذه الفضائل، يبقى حق الجار على حضرتك كجار كل الفضائل دي كأنها تشبه حقوق الإيه؟ الأرحام. حقوق الأرحام. ولذلك نسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شوف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عارفين إن علاقات الإرث هي علاقات القرابة فقط، صح ولا لا؟ مزبوط. طيب هسألك سؤال، قريب حضرتك بتشوفه كم مرة في اليوم؟ ممكن تشوفه مرة، ممكن ما تشوفوش. مزبوط. ممكن تشوفه مرة كل أسبوع، مرة كل شهر، مرة. شوفي بقى حضرتك قلت إيه، ممكن أشوفه في المناسبات والمواسم إيه، لكن الجار ده على انت ممكن تشوفه في اليوم عشرات الايه المرات. عشرات المرات. ولذلك سيدنا عمر، وركزوا قوي في العبارة دي، سيدنا عمر جاله راجل كده فقال له ايه، قال له هل يعرفك احد؟ قال نعم. قال له ائتني به. فاتى بهذا الرجل الى سيدنا عمر، فاول سؤال سيدنا عمر ساله له: هل جاورته؟ اول سؤال، هل جاورته؟ قال لا. وبعدين بدات الاسئله ايه تيجي: هل سافرت معه؟ قال لا. هل حككته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال انت لا تعرفه، تمام. لكن سيدنا عمر بدا بايه؟ بالجوار. ليه؟ لان الجار مطلع على كل شانك، مطلع على مدخلك، مطلع على مخرجك، مطلع على كل ما يتعلق إيه؟ ما يتعلق بك. يبقى على طول الجار له على جاره حقوق تشبه حقوق الأرحام، عشان نتفق إيه مع بعض. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ إيه من ضمن الحقوق دي؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، تمام كده؟ يبقى من لوازم الإيمان بالله، من لوازم الإيمان باليوم الآخر أن تكف الأذى عن مين؟ عن الجار. الأذى بقى يحمل كل معاني الأذى، أذى معنوي ومادي، أذى معنوي، برافو عليك، أذى بدني، أذى أي نوع من أنواع الإيه؟ الأذى أو الضرر لا تنزله على هذا الإيه؟ على هذا الجار. جميل قوي. ولذلك نجد نص تاني يقول لنا إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يبقى إحنا بنتكلم عن الأذى، لا إحنا مش عايزين من حضرتك تكف الأذى وتمنع الأذى وتدافع عنه ولا لا، إحنا عايزين كمان الإيه؟ الإحسان. إيه اللي يندرج تحت مفهوم الإحسان؟ البذل، السخاء، العطاء، الجود، الإكرام، الإنفاق، التعاون، التكامل، التراحم، المواساة، الشعور بإطعامه عند الحاجة، المعونة عند الحاجة. متخيلة حضرتك كل الفضائل دي؟ لخصها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى إيه؟ إلى جار. طيب لو رجعنا كمان مرة للحديث اللي قبله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جار. ركز كده معايا. سيدنا أبو ذر في يوم من الأيام جلس إلى سيدنا رسول الله فقال: يا رسول الله، ما الذي ينجي العبد من النار؟ عايز المشاهد يركز معاه في الحوار الجميل ده، إيه اللي بينجي العبد من النار؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو ذر: الإيمان بالله. طبعا ده أمر بديهي، كلنا مؤمنين بس نطبق التعليم الإيماني. سيدنا أبو ذر مش بيسأل عن كده، ده أمر موجود وقائم بفضل الله، لكن بيقول له إيه بقى؟ يا رسول الله، مع الإيمان عمل؟ يبقى سيدنا أبو ذر بيبحث عن الايه؟ عن العمل. عمل. قال صلى الله عليه وسلم: ان تعطي مما اعطاك الله. ومش عايزين نحصر العطاء في الفلوس، في المال. العطاء ممكن يبقى عطاء علم، عطاء اخلاق، عطاء الى غير ذلك. قال: يا رسول الله، ارايت ان كان لا يستطيع ان يعطي؟ الباب ده مش موجود. قال صلى الله عليه وسلم: ان تعين ضعيفا. ربنا اداك طاقات، قدرات مش موجوده عند غيرك، ساعد غيرك، استثمرها في انك تعين بها هذا الامر. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا؟ هو أصلا ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعين مظلوما. ربنا أدك وجاهة، كلمة مسموعة بين الناس، إجلال وتوقير من الناس ليك، قلم تستطيع أن تقف أمام الظلم وتجلب الحق، استثمرها في أنك تعين المظلوم. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يستطيع أن يحسن صنع ذلك؟ حضرتك مركزين في الحوار اللي بين سيدنا النبي وسيدنا أبو ذر. قال صلى الله عليه وسلم: أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ده أمر سهل، لو مش قادر بإيدك يبقى باللسان، مش قادر باللسان يبقى بالقلب. كما نص على ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يفعل ذلك؟ إيه الحكاية؟ كل ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إجابة، سيدنا أبو ذر يقفل الإيه؟ الإجابة دي. طيب يا ترى حال سيدنا رسول الله إيه؟ مبتسما، ما فيش بقى ضيق ولا لا أبدا، مبتسما في الحوار. فينظر سيدنا رسول الله إلى سيدنا أبي ذر ويقول له: يا أبا ذر، أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟
يعني لا يستطيع أن يكون صاحب عطاء أو بذل أو سخاء، لا يستطيع أن يعين ضعيفا، لا يستطيع أن يعين مظلوما، لا يستطيع حتى أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال صلى الله عليه وسلم: فليمسك أذاه عن الناس، فليمسك شره عن الناس. سيدنا أبو ذر على طول يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن فعل خصلة من هذه ماذا يكون له؟ قال: من فعل خصلة من هذه الخصال أتت يوم القيامة وهي تمسك بيده حتى تدخله الجنة. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول حوار ده ليه؟ ده شوف أقل شيء تعمله هو إنك تمسك الأذى عن الغير، ده ياخد بإيدك يدخلك الجنة. طب ما بالك إذا نص رسول الله فلا يؤذي إيه؟ فلا يؤذي جار. طيب سريعا كده حضرتك أشرتي لمعنى الجار، إيه هو الجار؟ لا ده أنا عايز المشاهد يركز قوي معايا هنا، لأن البعض بيختزل مفهوم الجار في من يلاصقه، يعني اللي بيسكن بجواره أو بيسكن معاه في نفس العقار. لا ده ركزوا معايا يا جماعة الخير، حضرتك قلت في الآية إيه؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. قال بعدها ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بإيه؟ بالجنب. طب ركزوا معايا بقى، يبقى زميلي في العمل هذا جار لي، اللي بيرافقني في المواصلات هذا جار لي. تتسع مفهوم الجيرة للعلاقات بين الأسر والعائلات والقرى والمدن والدول. حضرتك متخيلة أهو جار الدولة دي جار، صح ولا لا؟ يبقى علينا أن نقدم للعالم كله هذا الهدي المنير الذي نص عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل الجار والإحسان إلى الجار وعدم إيذاء الجار. يعني أحسنت فضلت الشيخ، دايما كده برسائل موجزة فيها كل الطاقة الإيمانية والروحانية اللي كلنا محتاجينها وفي أمس الحاجة ليها نرجع نستلهمها مرة تانية. بشكرك جزيل الشكر ضيفي الكريم فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، نورتنا يا فندم وأسعدتنا. جمعة مباركة على حضرتك. سلامي. شكرا. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، بكده بتكون انتهت فقرتنا الدينية، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا. وبعد الفاصل كل الأطفال يستعدوا مع زميلتنا حنان المطعاني في معانا النهاردة فقرة للأطفال مخصصة لحضراتكم في حدوتة فيها مغزى ومعنى بعد الفصل. ولادي الأبطال، إيه صغنى مين والكبار اللي عندهم أفكار والموهبة جواهم من وهم صغار، تعالوا نشوف آخر الأخبار ونستفيد ونتعلم ونفهم ونتكلم، ويلا بينا نبدأ المشوار. صباح الخير على كل حبايب الحلوين، والنهاردة هيكون معايا الفنان الصغير حسام عمرو الحاصل على جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية على التوالي. فرحبوا معايا بحبيبي حسام. صباح السكر عليك يا حسام. صباح النور عليك يا محنن. يسعد صباحك. النهاردة عايزين نسمع ونتكلم، وخلينا في البداية نسمع بقى، سمعني ايه في الاول؟ اسمع حضرتك حسدوني. الله حلو، حسدوني جميله. يلا بسم الله. حسدوني وباين فعنيهم من عطفك وحنانك ليا، حسدوني وباين فعنيهم من عطفك وحنانك ليا، وعذابي في هواك يرضيهم، ويا ريتك بتعذب فيا. مكتوب عليك بين العاشق بدمع عينه إن الحنان عمره ما يقدر يطفي شجونه. مكتوب عليك بين العاشق بدمع عينه إن الحنان عمره ما يقدر يطفي شجونه، ويقول ده بس بيرضيني وقلبه مش خالص ليا.
حسدوني حسدوني. الله الله الله، جميلة يا روح قلبي، حلوة قوي وحلوة قوي ان انا بسمع الطرب الاصيل اللي ودني مش بتحب غيره. يا حسام، حسام في يوم من الايام اتحطيت في موقف وحسيت انك بجد محتاج تفكر بهدوء؟ الموقف ده تعرضت له كتير قوي كتير قوي 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 قوي، حتى في المسابقه بتاعت المبدا الصغير اتعرضت له في ان انا يعني اخشها ازاي واخشها ليه تمام، وايه الاسباب، وهل هي مسابقه تحت اسم الدوله فهي مسابقه كبيره تمام، فدي هتكبر من شأني جدا. الله، فانت فكرت بهدوء؟ فكرت الاول كده و... حلو تأني وبتاع، وسألت بابايا ومامتي كتير في الموضوع ووصلت النتيجة بقى. يعني انت معايا ان التفكير لما بيبقى بهدوء بوصل لنتيجة سليمة. صح صح كده؟ طب انا عايزة اقول لكم فكر بهدوء، ده عنوان الحدوتة، فكر بهدوء ونقول كان يا مكان. كان في راجل زمان بيصنع الأقمشة للمراكب الشراعية، وبعد كده بيروح يبيعها لكل المراكبية، وفي سنة من السنين أخذ القماش بتاعه وراح يبيعه للمراكبية، فبص لقى واحد تاني سبقه وباع القماش، فقعد يبص للقماش بتاعه ويقول يا نهار أبيض على السنة دي، هو أنا هعمل إيه بكل الأقمشة دي؟ قعد حزين، الناس تعد عليه وتقول له كل ده قماش يا مسكين، طب هتعمل فيه ايه؟ بس بعد شوية فوض أمره لله وفكر بهدوء، فجت له فكرة وقال في نفسه هو أنا ليه ما خدش الأقمشة دي واعمل منها بنطلونات؟ أيوة بنطلونات، وفعلا يا ولاد أخذ القماش وراح عمل منه بنطلونات، وقعد يشرح للناس قد ايه البنطلون ده متين وحيستحمل ويعيش، وعارفين باع بضعف الثمن. ايوه، لانه فكر بهدوء، وجه في السنه اللي بعدها وتطور في شكل البنطلون وباع برضه بضعف الثمن. خلي بالكم يا اولاد، اوعوا الياس يوقفكم، توكلوا على الله وفكروا بهدوء، وتوته توته فرغه الحدوته، يا رب تكون حلوه ولا تكونش ابدا ملتوته. ايه رايك يا استاذ في الحدوته اللي وصفتها لي من قبل ما احكيها، لانك عشت التجربه؟ عشت التجربه في المبدع الصغير، كان يعني انت في الدوره الثانيه يعني ما نلتش النجاح في الدوره الاولى، صح كده؟ صح. قدمت واتاهلت. استنى بقى، ده معنى كده ان في خطوات حسام حطها لنفسه، صح كده؟ صح. طب اول خطوه، علشان كل ولد صغنن قاعد بيتفرج عليك دلوقتي لانك نموذج بتدي له طاقه ايجابيه وبتعلمه، يعمل ايه رقم واحد الاول؟ يخلي عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، صح كده؟ انا عندي ثقه في الله ان بما اني هتعب هاخد نتيجه، صح؟ بعد كده ثقه في نفسي، ده باين ان انا اللي رحت امتحنت ولا ايه؟ ما تكمل يا ولد. ثقتي في ربنا ثم ثقتي في نفسي، صح؟ صح. طب بابا وماما انت عامل معاهم ايه؟ انا يعني هما اللي كانوا بيساعدوني وبتاع، وانا استشرتهم كتير. الله، بص بيقولك وبتاع، انا عايزه اقول لك انا ليه بدات بماما بعد طبعا ما قلت ربنا سبحانه وتعالى قبل ما اكمل باقي الخطوات، لان مهما كنت انت متمكن وجميل، صح، تقع لو مفيش حاضر ونعم لماما وبابا، مش عشان بس هم عارفين الصح، هو اكيد اكيد ربنا هيترجم ده لرضا الوالدين. صح كده، احسنت. بس فانا المفروض ان هو بعد ما قدمت اتاهلت، وكنت متعشم قوي ان انا اكسب وبتاع، فربنا وبتاع. طب كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل ايه علشان تكسب؟ يعني انت دربت نفسك، اشتغلت على نفسك؟ دربت كتير. انا بدأ الغنى من وانا عندي 5 سنين. بسم الله ما شاء الله. طب وحضرتك عندك كام سنه دلوقتي يا ولد؟ 12. رجلك شالتك وعمال تقولي ان انا كبرت يعني. طب حلو، يبقى التدريب، خلي بالكوا يا ولاد، التدريب والاصرار. الولد ده كان مصر لانه كان ممكن ييأس لما اترفض في المرحله الاولى، صح كده؟
صح، وهي مش اول مسابقه، انا بشترك في مسابقات النادي وكده، ف وكان برضه بيحصل معايا وكنت بشترك واكسب واخسر. برافو. مره واكسب مره. بيبقى عندك شغف انك عايز تخلي كل الناس اللي بتشوفك انت متميز، انا عندي موهبه. صح صح كده، صح، ومش معنى زي ما انا بحب اقول الحدوته وكل زئرة صغنن يحب يسمعها. مش وبرضه مش كل مره هتخسر فيها هتقف اصلا. انا لما جيت جربت وتحرك تاني، مش شرط يبقى في نفس الحاجه. ممكن يعني مصر دلوقتي فيها بقى فيها ملايين المسابقات. صح كده، بلدنا بتشجعنا، ربنا يحفظ بلدنا، اللهم امين. امين يا رب. طب ما تيجي نسمع حاجه بعد كده نكمل كلامنا. تمام، عشان القعده تبقى حلوه جدا. طب انا عايزه اسمع الغنوه اللي انت اخدت بيها الجائزه. تمام، اغنيه ورد مين يشتريك. يا ورد مين يشتريك. الله. يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، يهدي إليه الأمل والهوى والقبل يا وردي أبيض غار النهار منه خجول محتار، بس الندى في خده جارت عليه الأغصان أبيض ترررن ترر غار النهار منه خجول محتار، بس الندى في خده جارت عليه الأغصان، راح للنسيم واشتكى جرح خدوده بكى، راح للنسيم واشتكى جرح خدوده بكى، راح للنسيم واشتكى جرح خدوده بكى، افدي الخدود التي تعبثوا في مهجتي، يا ورد ليه الخجل فيك يحل الغزل يا وردي. الله. بص انا بحب قوي الطرب الجميل ده، وحلوه قوي انك ودنك جميله وبتحب وعندك ذوق يعني في اختيار الكلمات، فخلينا اقول حد بيساعدك في اختيارك للكلمات ولا لوحدك كده وانت قدي كده عرفت يا وردي مين يشتريك؟ شفت سؤالي الاولادي ده. هو يعني انا في ورايا اربعه، هو دول اللي انا بحب قوي، انا احس ان في فريق. انت بتحب المشاركه يا ولد؟ اه جدا، بحب جدا المشاركه انا جدا. مامتي وبابايا دكتور عبد الوهاب السيد ودكتور محمد عبد الستار. طب بتسمع كلامهم حتى لو كان في نقد ما عجبكش؟ اه طبعا، لانه نقد بناء، في فرق وفي نوعين. في نوع اللي هو بيبقى نقد ايجابي كده كده احنا فرحانين بيه ومبسوطين بيه. صح. بس لو جه في نقد شويه مش على مزاج حسام، هتسمعه وتقول حاضر ونعم ولا لا انا ماليش دعوه وانا الكبير بقى انا بقيت لا. نجم؟ لا طبعا، اصل في نقد بيبقى باين ان هو بناء اصلا. هدفه ان انا مش عايز اقول ان انت غلط وبس. أيوة. انا عايز يدفعك، عايز يدفعني للصح. صح كده. طب لو جالك زئرة صغنن سبحان الله عنده 12 ونص او 13 راية كده وراح قال لك مثلا اي نقدية صغننة، هتعمل ايه؟ ما تزعلش، ما تفكرش. مش هزعل، لان لسه هو لسه صغنن هو ومساحة تفكيره قد كده، ولو صح اسمع كلامه. صح، هو اختيار الصديق بقى هنا يا حسام. انا لما بختار صديق، ويرجع هنا لبابا وماما طبعا، لما بعلم ولادي ازاي يختاروا ما بيجيش عليهم وقت ويتعصبوا. بتتعصب؟
عامة لكن في الموضوع ده وشه هو بيتكلم لكن في الموضوع ده ما بتعصبش خالص لان هي بيطلع كلامها صح في كل حاجة. هي ماما اكيد كلامها صح في كل حاجة لان هي مرت بتجارب كتير وكانت صغننة وسبحان الله طولت كده وبقت ماما صح؟ صح. هقول لك نصيحة النهاردة وان شاء الله في كل حلقة من حلقاتنا هنقول نصيحة. لو كنت متعصب ومتضايق اكتم غيظك لو مش رايق وادعي لربك لو متضايق. ايه رايك بقى في النصيحه دي؟ حلوه جدا حلوه جدا. بص دايما لما تلاقي نفسك زهقان مش تقعد مع نفسك وتسكت، لا في ماما صح. في بابا، في اقرب حد لقلبك تتكلم معاه وبالذات لو كان حد كبير لان صح. الصغنن ممكن يوديك في حته تانية لانه مش فاهم. صح. انت مبسوط؟ جدا الحمد لله. انا عايز اختم، انا معايا دلوقتي يعني حاجه بسيطه خالص فعايز اختم حاجه صغننه كده. تمام. يعني انا هختم مع حبيبي حسام، هسيب المايك معاه، ولكن انا عايزه اشكر كل كتكوت صغنن بيتفرج علينا وكل حبايب الحلوين اللي بيتابعونا كل اسبوع. استنونا ان شاء الله في نفس الميعاد مع ماما حنان وكتكتها الصغننين الحلوين اللي هيقفلوا معانا دلوقتي. اتفضل يا استاذ اقفل يلا. النور مكانه في القلوب، حضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جبان لكن الأمل يفتح بيبان، يا تكون قد الحياة تعيش وحيد وسط الدروب.